في قمة الوب في لشبونة عندنا جناح فيزت قطر. الهدف الأساسي من تواجد في لشبونة هو التسويق وعرض الديستنيشنز الموجودة في دولة قطر من ناحية سياحية، ونعطي صورة أوضح حق جميع الزوار وجميع المشاركين في قمة وب عن الفعاليات اللي ممكن يعملونها خلال فترة استضافة قطر لقمة وب 2024. في العديد من التجارب المختلفة اللي يحظى فيها الزائر، اللي هي راح تعطي تجربة متكاملة خلينا نقول بين التراث وبين الحداثة في دولة قطر، وهذا اللي نحاول احنا نركز عليه ونعول عليه كثير. الحضور لقمة وب قطر 2024 نتوقع انه يكون عالي جدا والاقبال كبير، كثير من المؤهلات اللي تحظى فيها دولة قطر من خلال الطيران القطرية لقطر حمد الدولي، الانفراستراكشر وشبكة المترو، تقريبا فتحنا اكثر من 50 منتجع وفندق خلال السنة الماضية. دولة قطر جاهزة بشكل كبير لاستضافة اي حدث عالمي بعد استضافتنا لكأس العالم ومنها قمة وب.